حين الظلال كفل الزعف والجراس والبداد يا من جيتني عافينيك من فضلك الناس خففت قليل سرح يرتخى عقابيك صلاة والسلام على ايمن بنفسه سيدنا محمد ربحي وراثماني صلاة والسلام على ايمن بنفسه سيدنا محمد كنسيك وراثماني العبيد الدين ويزيد يقبال
كاتب المعالم باب الإجابة عندك ما تتبقبال وزينك مفتوحة السايلي بحالك صلاة والسلام على إمام الرسالة سيدنا محمد كالدين الرحمن صلاة والسلام على إمام الرسالة سيدنا محمد. لا لي قوة ولا جهد ولا حول ما لي قوة ولا جهد ولا حول ولا لي تدبير في القضاء ولا حيلة من أمر لي بالصبر والتوكل من عندي تعاون عندك القبول من عندي تعاون عندك القبول والحاجة ما تكون فيها تعطيلة والله ما بديت هاد توسول حتى تيقن مقدر ذكي الجليلة من عبادك حق تستجب له كيفاش ندعيك انا ونخيب يا المسؤول يا سريع المعطى لكل من تنبلو حقي حمق ويغيب عنا قلوب يا
المعروف البقاء والدوام لازم. يا البطي بعين الله شوف حالك يا المطوف المطوف ولك مال كليك الفير مني خذت منك صلاة والسلام على إمام الرسال سيدنا محمد في وقت مالي صلاة والسلام على إمام الرسال سيدنا محمد ولا ينقص من خزينك الكنز المالي إذا تبغي بقدرتك شفي العالي إذا تبغي الفقير يرجع لومالي إذا تبغي الوضيع ينال تفضيل ترفع له قدره ويعود في منزل عالي وإذا تبغي الشقي سعد يا جليل تغفروا مع صار وتجعلوا دعفوه ورضاك العصا طمحاني يا إلهي سألتك بي حق جاه جبريل مع ملايكة العرش للسماء العالي عزرائيل وميكائيل وإسرائيل حاجتي بغيها بالعزم تنقبال بجحرم تعبدك إبراهيم الخليل كل ما نطلبك نبغيه من عفامي انشر على ذاتي تراك يد الجلال خلفي وامامي يمني عشمالي يعيش عبدك في الراحة ما يشوف تنكال نغدر شعوة مواضي دوفاني صلاة والسلام على إمام الأدال سيدنا محمد كبير Thank you.
يا من هو على خلايق مد يدي قريب حاضر ناظر ما خفاك لي ننظر من ديقتي وضعف الحالة من فعلك باقي بلا درك جهلي اصلح ديني ودنيتي وقبل سألي وكم أدمي في زمن الفضالة ناخذ من المحنة ناخذ من المحنة رجال المدام ناخذ منين ما خدام ناخذ منين ما خدام واحد على بيع وعلى شراء عمل وقرمت كيف الدنيا على عن يكسب وعن وصول الأمال وآخر متزحي ونسل واحد يخدم مسكيد ولا يكيد الشغال هكذاك جنس بنادم فيها وحال عبدك الضعيف المخصوص ناحد الحال عليك تكني اني عمل موت دول جلالك يا ستر ما فتستر شين مازال ضربتك يا ولي من ليل هوالي صلاة والسلام على الامام الرسال سيدنا محمد كنتي وراس مالي صلاة والسلام على الامام الرسال سيدنا محمد كنتي وراس مالي يمن فيك الرجاء وعليك الاتكال ولا تحوجنيش يا كريم لين اللي ما درتني انت تعلم سر قلبي يا المتعام انت تعلم سر قلبي المتعان وانا ما ندير غيرك في بالي
ساكني ويذيق الحن لسان ولا يغين عندك سواني البخاري حبيبنا بين الله قام البخاري حديث نبي الله قال المصطفى الكريم خاتم الأرسال